بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشكر الفرق البرلمانية التي تقدمت بهذه الأسئلة في قضية أعتبرها قضية جماعية. النهوض بجودة الإعلام العمومي في بلادنا هذه مسؤولية جماعية، ولكن الحكومة بشكل أساسي تتحمل المسؤولية الأكبر. هذا يقتضي أولا نناقش السؤال، واش كاين رضا على المنتوج؟ أنا مقتنع أن ما كاينش رضا على المنتوج وغير راضي عليه. كاين عندنا مشكل ديال الجودة، كاين نقاط قوة، كاين إنتاجات اللي بدلوها فنانين كنفتخروا بهم وداروا عطاءات، ولكن في المحصلة العامة عندنا مشكل ديال الجودة، عندنا مشكل ديال الإبداع. الإبداع اللي كيجعل المغاربة فاش كيتوجهوا للتلفزيون ديالهم كيلقاو ذاتهم، الصورة ديالهم، كيلقاو التعددية اللي كاينة في هذا المجتمع، كيلقاو الانفتاح اللي كتسم به هذه البلاد، كيلقاو العناصر اللي جعلت هذه البلاد قوية. بالمقارنة مع سنوات ماضية تبذل مجهود، وغادي نعطي بعض المؤشرات ديالو، ولكن في نفس الوقت هذا المجهود مازالت عندنا واحد القناعة أنه غير كافي، وغادي نقول من بعد علاش. أيضا أن هذا الشهر عنده خصوصية ديالو، خصها الطراعة، ولعل من المفاجآت أثناء الإعداد والاشتغال على هذا الأمر، حنا في الوزارة كانت تشكلات خلية كتشتغل، درنا مسح استطلاع أولي من بعد مرور أسبوعين، والآن غادي نديروا استطلاع واسع في الأسبوع الأخير من رمضان، غادي يكون على المستوى الوطني، ولكن درنا عينة اشتغلنا بها بيناس بأنه كاين جهود، ولعل أهمها أن قناة السادسة تقدمت على القنوات الدينية الأجنبية. هذه كانت من النتائج. والمعطيات الأخرى اللي عندنا ديال القنوات الوطنية الأربع اللي هي الأولى والثانية وميدي أن تي في، كاينة قناة أجنبية ديال المسلسلات مازالت محتلة وتجي من موراها السادسة. الاشتغال في دراسة علمية اللي أنستثمر النتائج ديالها في هذا الجواب، وأيضا لقاءات مع المهنيين. الأسبوع الماضي عقدت لقاءات مع مجموعة من تجمعات شركات الإنتاج، وعندي هذا الأسبوع أيضا لقاءات. ثم أيضا كانت لقاءات مع بعض الخبراء. رمضان شحال كننفقوا عليه؟ هذا أول سؤال اللي كيتطرح عندنا. في القناة الأولى السنة الماضية كانت 49 مليون ديال الدرهم. هذه السنة الإنفاق تراجع ل 29 مليون ديال الدرهم، 36 مليون ديال الدرهم. وهذا التراجع بالأساس جاء من أجل تشجيع الإنتاج الداخلي. هذا مؤشر رقمي أول أساسي فباش نضبطوا ونتجاوزوا بعض المبالغات اللي كتكون في الإعلام للأسف الشديد. الإعلام كتروج أرقام والمفروض خص يوقع الاتصال مع المعنيين. هذه على مستوى القناة الأولى. والإنتاجات الرمضانية اللي هي أساسية في الفترة ديال الدروة كانت عندنا ما قيمته 19 مليون و 800 ألف درهم. في القناة الأولى، في القناة الثانية الإنتاجات الرمضانية ديال هذه السنة كلفتنا ما مجموعه تقريبا 37 مليون ديال الدرهم. كاين اللي تحدثوا على 7 المليار 8 المليار، لا 37 مليون ديال الدرهم الانتاجات الاربع الخمس الاساسيه. المداخل الاشاريه اللي مرتبطه بهذا الامر، وهنا كاينه ملاحظه مرتبطه بالاشهار. الاشهار فعلا من بين النقط ديال الضعف هو واحد الكثافه اشهاريه كتنزل، وهذه كانت مرتبطه بدفاتر التحملات السابقه اللي كتعطي 18 دقيقه بلا ما كتحدد الكثافه بحسب الساعه، فكيمكن يدير 9 دقائق كما وصل فواحد النهار متتاليه. شحال كتعطينا؟ كتعطينا توقعات ديال العقود 140 مليون ديال الدرهم. هذه معطيات 140 مليون درهم في القناه الثانيه بلا القناه الاولى، اللي حتى هي هذه السنه كانت واحد السياسه في القناه الاولى ديال تقليص الضغط ديال الاشهار، بحيث السنه الماضيه كان 16 دقيقه في الساعه، في الساعه ديال الدروه 16 دقيقه ونصف. هذه السنه هبطت ل 13 دقيقه، وخصصنا فقره ديال فتره ديال الامداح المغاربه انهم يفطروا على الخاطر ديالهم.
إذا كاين هذا الشق الأول اللي مرتبط بالميزانية. شنو الإجراءات اللي دارت الآن؟ أول إجراء ولا يكون في نهاية هذا الشهر هو أننا غادي نبداو في النظام ديال طلبات العروض، أي تعتمد موقع إلكتروني عند الشركتين عبره غادي يولي التسجيل ديال المشاريع. أي واحد عنده شي مشروع يقدمه وكيتسجل وكيتوثق بنية استقبال إلكترونية. إذا هذا الأمر الأول اللي استطعنا نتقدمه فيه، زائد الإرساء ديال اللجان ديال الحكامة ديال الانتقاء بما فيها التمثيلية ديال خارج الشركتين اللي غادي يوقع الإرساء ديالها قبل نهاية السنة. أتولي الطلبة تسلم إلكترونيا وتولي لجان وتولي تعلن نتائج ديك اللجان وفق معايير ووفق دفتر تحملات تصادق عليه يصادق عليه المجلسين الإداريين ديال الشركتين. إذا كاين عندنا السؤال ديال الإبداع اللي خصنا نصنعوه وعندنا فيه إشكال، ولكن عندنا السؤال ديال الحكمة، والحكمة هنا في الشق اللي عنده علاقة بشركة الإنتاج. باش لأن كاين فنانين اللي التقينا معاهم قال لك كنحسوا بالحقرة بالتهميش، كاين اللي قدم شهادات مؤلمة قال لك السي أنا استدعوني نمثل والنصوص ما كيناش، أنا كنمثل هما كيجيبوا لي النصوص، كاين البرامج اللي تم الإعلان عليها وهي مازال كتصور. ففاش كتكون عندك لجان ديال الحكمة ولجان الإنتاج وكتصادق على المشاريع وكتعلن وكتعلل وكتسجل إلكترونيا وكتضبط، غنقطعوا واحد الخطوة أولى. ولكن هذا هي خطوة. الخطوة الثانية هي الإشكالية ديال التكوين. حدثنا لجنة استشارية فيها أزيد من 10 هيئات مهنية، المعهد العالي للمهن السمعي البصري والسينما. هذه اللجنة اشتغلت وخرجت بواحد التصور ديال انه السنه الماضيه غادي تطلق برنامج ديال التكوين المستمر مكتف في الكتابه ديال السيناريو من طلبات ديال الشركات اللي كتشتغل في هذا المجال. ثم ثالثا اللي كان اشكال ايضا مطروح اللي هو الاشكال ديال الاخلاقيات. هنا من البرلمان كنلتزموا باش قبل نهايه السنه يوقع ارساء لجنه الاخلاقيات في القناه في الشركه الوطنيه الاذاعه والتلفزه وفي القناه الثانيه شركة سوريا الدوزيام. لجنة ديال الأخلاقيات كان منصوص عليها في دفتر التحملات السابق لي ودفتر التحملات الحالي، اللي الإشكال كان في غياب النص على ميثاق الأخلاقيات ديالها شنو هو وفي الأجل الإرساء. الآن مع الرئيس المدير العام ديال القطب وصلنا إلى حسم هذا الموضوع ديال أنه اللجنة ديال الأخلاقيات اللي هي مرجع غادي تولي عملية. رمضان المقبل المجلس الإداري المقبل ديال الشركتين يتقدم له التصور ديال رمضان، لأن المشكل الأول لقيناه اللي كيعوق الإبداع الإعداد المبكر ما كاينش، التنافسية اللي كتنتج الجودة ما كايناش أو ضعيفة، الشراكة مع المبدعين محدودة. لا اشتغلنا على حل هذه الإشكالات الثلاث غادي نتقدموا. كاين عطاءات اللي ما خصناش نكروها في الشركه الوطنيه لإذاعة التلفزه، البرامج الدينيه انتقلت لسبع برامج في اليوم، وكاين اعمال اللي تنتجات في القناه الثانيه ايضا على المستوى الديني للبرامج اللي ايضا بدات الان كتبلور. ثم كاين برامج ديال الفكاهه في الشركه الوطنيه لإذاعة التلفزه، كاين اسئله اللي المفروض يرجعوا يشوفوا بعدا شنو واقع. قلصنا الى برنامجين وشكرا. اولا كنوه بالاسئله واخا نتفق ولا نختلف على بعض النقاط، خصنا ناكدوا بانه كاين ناس في الميدان كيشتغلوا ايضا وما يمكنش نعموا الاحكام. هذه الامر الاول. الامر الثاني وهو ان الصفحه ديال دفاتر التحملات قريبا ستطوى، وطريق الاصلاح غادي يشق الطريق ديالو وفق المبادئ ديال الحكمه التي تم ارساؤها واللي حصل عليها اجماع لا على مستوى اللجنه الوزاريه ولا على مستوى الحكومه باش غادي نشقوا الطريق ديالنا في الاصلاح. كانت واحد القوس تفتح دابا تغلق ان شاء الله، والمسار ديال التنزيل ديالو غادي للامام. النقطه الثالثه واللي انا في التقدير ديالي ما خصناش حتى نغفلوها واللي شاروا لها الاخوان هي القضيه ديال ان البرلمان بالاسئله اللي كيطرحها كيقوم بواحد الدور رقابي. ما نساوش بانه كاين الهاكا راه عندها مسؤوليه من لابد من اللجوء ليها، لان كاين نظام ديال الاستقلاليه ديال الاعلام العمومي اللي هكا كتلعب دور في التقنين وفي الضبط ديالو. شكرا.